في اليوم يتزامن نهاية الموسم الرياضي بتاع التنس بالقيروان بالدورة المفتوحة الوطنية اللي هي تتزامن زادة مع ذكرى 45 لأول أول مرة تلعبت كرة التنس في القيروان من سنة 78. سي كمال نجار بارك الله فيه هو اللي دخل لعبة التنس إلى القيروان توا بعد 45 سنة الحمد لله. نقولوا اللي لعبة التنس في القيروان طورت بالكدا. نادي التنس قاعد يحقق في برشا نجاحات. نادي التنس يعترف بالجميل للناس كل اللي تخدم الرياضة من بعيد من قريب. سي كمال نجار مدة 45 سنة وهو يخدم في التنس في الجهة هذاك علاش يسحق التكريم. احنا نقولوا كرموا العباد وهم حيين وهم موجودين باش يشاهدوا ويعيشوا التكريم تاعهم على خاطر مش كيف يقول مثل عاش تمنى في عنبة كيما يقولوا عرجون. احنا نحبوا العرجون يعيش به الانسان الكل اللي يخدم. احنا نقولوا للمحسن يحسن والمسيء يقول ربي يهديه. دونك الناس اللي خدمت الجدبية يلزمها تتكرر يلزم نعطرها بالجميل مش على حاجة. أهم حاجة اعتراف ليهم هما حاجة أخرى تحفيز للناس الأخرين باش يخدموا وباش يعرفوا اللي جهة القوال هي تعترف بالناس اللي تخدمها أبيك علاش. أبيك علاش نادي التنس بالقيروان ارتأى أنه اعترافا بجميل السي كمال نجار اللي هو اليوم كيف تعرفوا اللي سناء عن الكورسنترار اللي بلعب المركزي اكتمل وبدينا نلعب عليها فيه في الليتياف وبدأ يوسف وذاك علاش احنا ارتقينا كمكتب بتاع نادي التنس أن نسميه النادي الملعب المركزي للتنس كمال نجار. الهيئة المديرة على رأسها سي محمد ليبان اللي معناها عملوا حركة جاء معناها كبيرة بالحركة اللي عملوها ذي. أنا تأسف اللي ما عنديش الجهد مش نجم نتكلم أكثر منك. بارك الله في الجميع وإن شاء الله نكونوا في المستوى وإن شاء الله نكونوا أدنى الأمانة وإن شاء الله الجيل الجديد يخلع لنا المشعل وواصل هو المشوار. بسم الجامعة التونسية للتنس نبدأ ونشكر ساعة سي محمد ليوان رئيس نادي التنس بالقيروان والإدارة اللي معاه على هذه الحركة النبيلة وهذه الحركة الرائعة اللي تعتبر حركة حضارية جميلة أن تتعمل في بلاد القروان. أهل القيروان يكرموا ولدهم اللي عمل التنس في تونس باش نستفهم كيفاش الأشياء تطورت باش اللي يجي من بعده يفهم أنه كل واحد يعمل عمل طيب الناس ما تنسوش والناس تتفكر. فشكرا لنادي التنس بالقيروان وشكرا سي محمد وربي يطول في عمرك سي كمال بارك الله فيك وربي يوفقك بارك الله فيك. هذا الكور اللي مش شد شنو اليوم سي محمد ان شاء الله باذن الله باش كنت تشيله اليوم فهو مجهود جبار لنادي التنس بالقيروان وشاركت فيه لا فيدراسيون انا عاونت هذا التنس والفيدراسيون تاع تونس راهي واقفه مع التنس في القيروان وقفه صحيحه والدكتوره سلمى رئيسه النادي انا رئيسه الفيدراسيون تاع التنس واقفه صحيحه مع نادي التنس بالقيروان وهي مستعده لكل شيء لهذا النادي. علاش؟ خاطر النادي فيه خدمه فيه احترام فيه مجهود فيه روح طيبه اللي هي باذن الله مش يكون النادي تاع القيروان مستقبله رائع ورائع جدا. بعد ما فتحنا الملعب المركزي للتنس كمال النجار ننتقل توا لاحتفاليه بالاختتام تاع الدوره الوطنيه المفتوحه للتنس بالتنس بالقيروان. مرحبا بكم في الملعب. صدق معناها فما تطور من سنة إلى سنة ونشوفه في نادي قاعد ياخو في ديزيلان بهين حتى في الفيدراسيون في الجامعة عندكم الدعم التام
والدعم المتواصل والدعم اللامشروط لهذا النادي اللي قاعد يعمل في خدمة نظيفة وخدمة باهية برياض بسكيت ويخدم في خدمة حلوة. بارك الله فيكم على العمل نتاعكم، وإن شاء الله ربي يوفقكم، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. الممرن هذا معنا سمير الرابحي، خدم برشا نادي التنس، خذا في فترة من فترات الإدارة الفنية، نجح فيها كيف كيف. أهم حاجة بالنسبة لي هو اكتشف لي طالون مواهب بتاع التنس، وإحنا توا بما أنه هو بيجي يودعنا بيجي يودع نادي التنس ونكون إن شاء الله بنروح مرة أخرى، نشكروه ونكرموه في هذا الإطار باش نقول له يا سمير راك خدمت التنس في القروان وخدمت نادي التنس وخدمت حتى التنس في تونس كلها. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.